اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تعشرتو. في العصر الحديث معروف ان الجراثيم هي سبب العدوى والمرض. انت ممكن تاخد الموضوع على انه بديهي او حاجه حماده هلال خالص، الا ان النظريه دي ما اتاكدتش الا في القرن ال19 الميلادي عن طريق العبقري لويس باستير، واثبتها عمل الجراح البريطاني جوزيف ليستر. قبل الاثنين دول بقى قدم الدكتور المجري إغناس سيمي لويس اقتراع غريب جدا في الوقت ده للمجتمع الطبي، وهو انهم ممكن يقللوا معدل الوفيات في ممارساتهم الطبيه عن طريق بس ان هم يغسلوا ايديهم. وللاسف الدكاتره كلهم استلموا ترياق لانهم ما كانوش شايفين اي سبب لغسل ايديهم حتى قبل العمليات الجراحيه الكبيره. وطبعا من الحسره اكتئب سيمي لويس ودخل مؤسسه للامراض العقليه سنه 1865، وده كان المكان اللي توفى فيه. بس الاقتراح وحاجه انت شايفها دلوقتي بديهيه جدا. لو كان عمنا بقى سيمي لويس قال الاقتراح ده للمصريين القدماء كانوا نفذوه من غير تردد، مش عشان هم كانوا فاهمين نظريه الجراثيم، لكن عشان هم كانوا بيقدروا النظافه جدا. وفي احصائيات بتقول ان معدل الوفيات بعد الاجراءات الطبيه في مصر القديمه كان اقل من اي مستشفى اوروبي في القرن ال19 ولغايه نص القرن ال20، واللي المفروض ساعتها كانت النظافه الشخصيه وتعقيم الادوات حاجه بديهيه جدا. دلوقتي بقى هنتكلم عن نظريه ابهرت العالم القديم والحديث، نظريه بتوريك قد ايه اجدادك الفراعنه كانوا اطباء موهوبين جدا. واسم النظريه دي هي التشانل ثيوري او نظريه القناه. النظريه دي جت من مراقبه المزارعين اللي حفروا قنوات ري المحاصيل، والفكره كبرت وسمحت للطب ان هو يتنقل من مجرد العلاجات الروحيه للعلاجات العلميه والطبيعيه، لان الدكاتره اعتقدوا ان القنوات دي زي الري بالظبط، بتمثل مسارات بتدي للجسم كله صحه كويس، وان لو حصل حاجه غلط والقنوات دي اتسدت كان لازم يستخدموا ادويه تشيل الانسداد ده. وصحيح ان الاورده والشرايين والامعاء هي نوع من انواع الانابيب والقنوات، لكن الفراعنه ما قدروش يوصلوا ان القنوات دي ليها وظائف مختلفه. وكان الاعتقاد ساعتها ان انسداد القنوات البشريه ناتج عن افعال وخده اللي كانت عباره عن روح شريره عايزه تاذي الشخص ده، وان وخده دي لو ظهرت على سطح الجسم او الجلد بتاخد شكل الصديد. وفكره وظائف الجسم وخصوصا القنوات دي هي الاساس في صحه الانسان، وانها لو اتسدت صحته بتبوظ كانت حجر الاساس اللي نقل الطب لحته ثانيه خالص. وكانت القنوات دي مواسير بتمشي فيها المواد المختلفه وتروي الجسم بانتظام. وغالبا الاطباء زمان كانوا بيحسوا بالنبض عشان يعرفوا القنوات دي سليمه ولا لا. وكانت الصحه زمان بتعتمد على توازن القنوات والاوعيه دي، زي ما مصر كانت زمان بتعتمد على انتظام فيضان النيل وري المحاصيل. ومن الواضح ان المصريين زمان استخدموا التشانل ثيوري علشان يشاوروا على اي حاجه رفيعه وطويله وبتمشي فيها المواد زي الاوعيه الدمويه والامعاء او حتى الاعصاب. يبقى دلوقتي انا وانت اتفقنا ان الصحه عند المصريين القدماء كانت عباره عن توازن اما جوه الجسم او مع كائنات بره الجسم، وان المرض عباره عن كسر للتوازن ده. وده ممكن يحصل لما مواد غريبة وضارة زي الوخد وبتسد القنوات دي، سواء دخلت عن طريق الجروح أو الفتحات الطبيعية، وبالتالي بتسبب أعراض زي القيح والحمى. يبقى كده المصريين القدماء عرفوا إن في حاجة غريبة بتخش الجسم وهي اللي بتسبب المرض، يعني كان فاضل لهم تكة ويعرفوا إن الحاجة دي هي الجراثيم. وأيام المصريين القدماء كان في أمراض كتير شائعة، منها أمراض كبيرة زي الكوليرا والطاعون والملاريا، وأمراض تانية بسيطة زي اضطرابات الجهاز الهضمي والصداع أو حتى دور البرد. وطبعا مرض زي البلهارسيا كان صعب ما يكونش موجود في مصر، خاصة ان هي بلد بيفيد فيها النيل لشهور كل سنة، وهي سبب شائع لفقر الدم والعقم عند النساء وقلة المناعة اللي كانت المفروض بتهاجم بقية الامراض، فبالتالي كان في وفيات كتير. وبردية ابرس فاكرها؟ لو مش فاكرها عدي بسرعة على الحلقة اللي فاتت وتعالى. وبردية ابرس كان فيها علاج بعض الاعراض، وبتناقش مرض البلهارسيا في عمودين كاملين بتشرح فيهم الوقاية والعلاج. ورجعنا لكم بعد الفاصل ووصفة جديدة من مطبخ توت. النهاردة هنعمل اهم الوصفات العلاجية بالتوت. ورقة بردي واكتبها ورايا. تجيبي توم طاسه وتقشريه وتتبليه وخل وميه، وده هتستخدميه في الغرغره وغسيل الفم. اول تشربي لعلاج التهابات الحلق والم الاسنان. تاني وصفه معانا النهارده هتجيبي توم وكرسي مع شويه زيت زيتون، وكده هيبقى معاكي احلى. وكمان من فوائد التوم ان هو بيدي حيويه وبيسهل على الهضم وبيقلل انتفاخ البطن. ومعانا مجافه تليفونيه من طيبه ونقول حتب 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 حتب. يا فندم مش عارف مره المعبد بعد اذنك مش سامعاكي. طيب حتب كده سامعاني كويس؟ ايوه كده سامعاك، اتفضلي. على فكره انا بحب حضرتك جدا جدا وبسمعك من زمان. امون يخليكي امون يخليكي. بس معلش بس محتاجاكي في حاجه. اتفضلي. انا جوزي كل يوم يرجع من بنا الاهرامات تعبان وهلكان وما بيقومش، عايزلك كده تكتبي لنا حته وصفه كده تخلي عنده طاقه بقى، وهو بقى يا عيني بيرجع بعد ما يبني الاهرامات، يعني بيصعب عليا. سؤال حلو. انتي تاخدي فصين توم وتقشريهم وتلفيهم في شاشة او قماش، وبعد كده تعلقيهم في رجلين جوزك قبل ما يروح الاهرامات، وكمان قبل ما يمشي خديه كراس توم معاه. وده الروشتات كانت مكتوبه بدرجه عاليه من المهاره، وفي الطبيعي الروشته بتبتدي بوصف الدواء، يعني مثلا دواء لتصريف الدم من الجروح، وبعدها المكونات وطريقه التحضير، سواء كان اقراص او مرهم او عن طريق الاستنشاق زي البخاخات كده.
وكان عندهم طرق كتيرة للعلاج، يعني مثلا كانوا بينقعوا الأعشاب في خمر ويشربوها بعد كده كدواء، وكانوا بينقعوا بذور الرمان في شوية مية وبعدين يصفوها ويشربوها علشان يعالجوا التيب وورمز أو الديدان الشرطية. والمدهش في الموضوع إنها كانت بتنفع، عشان القلويات اللي موجودة في المنقوع ده كانت بتهاجم الديدان وبتعالج الأثر بتاعتها. وكان عندهم كمان شوية وصفات روشة كده عشان يسيطروا بيها على الزواحف والقوارض، يعني مثلا كانوا بيحطوا سمكة مجففة على مدخل حفرة التعبان، فالتعبان كان بيفضل جوه الحفرة دي وما بيعرفش يطلع أبدا. وكمان كانوا بيحطوا حتة من دهون القطط حوالين البيت علشان ما يدخلهمش الفئران. عليهم دماغ الفراعنة مش سهلين برضو. بمناسبة الروقان بقى اللي احنا فيه ده، اروح اعمل شاي بسرعة واجي. وكمان كان في ادوية بتتغير على حسب الموسم وشهور السنة، يعني مثلا كان في دواء عيون بيستخدموه في اول شهرين من الشتاء، ودواء تاني للشهرين التانيين، ودواء ثالث خالص ينفع يستخدموه طول السنة. وكانوا بيخلوا بالهم من اختلاف اعمار العيانين، وبيختلف الدواء باختلاف السن، يعني مثلا الاحتباس البول كان الكبار بياخدوا خليط معين، لكن الاطفال كان علاجهم ان هم يجيبوا ورقه بردي قديمه وينقعوها في الزيت وبتتحط زي الكمادات على بطن الطفل. وكانوا بيلاحظوا المريض الشاب لو ناضج بدرجه كفايه كان بيتعالج بالاقراص، لكن لو كان الطفل لسه بيرضع كانوا بيكسروا القرص ويحطوه في اكل الطفل. الاعتماد على السحر والالهه زمان عطل البحث في اسباب الامراض وعلاج الاسباب دي، لكن ايمان المرضى في اغلب الاوقات ان الادويه اللي موجوده من صنع الالهه ادى لفعاليه كبيره في العلاج وتطور الادويه بشكل كبير. لو انت بقى قدرت تزور مصر القديمه بقالت زمن ومن كتر النق عليك عيت وانت هناك، مش عايزك تقلق خالص، عشان المصريين كانوا متقدمين جدا جدا في تشخيصهم وعلاج الامراض المختلفه، وكانت التطورات في التقنيات الطبيه زمان حاجه عظمه جدا، بالرغم من انه مفيش ادوات ومفاهيم حديثه زي التعقيم والصرف الصحي وسهوله البحث العلمي. وهنا نقدر نقول ان ذكاء المصريين القدماء وقدرتهم في استخدام الاعشاب والطبيعه اللي حواليهم في علاج الامراض كانوا بدايه مهمه جدا واسسوا العلاج الطبيعي. لسه في اسرار في حياه الفراعنه وحضارتهم ما نعرفش عنها حاجه بالرغم من كل المحاولات العميقه لحل الالغاز دي، لكن الاكيد اننا لو اكتشفنا الاسرار دي هنوصل لنتائج عظيمه. انا مارينا اهب، تعال شطط.